عشر نصائح أساسية حول كيفية حماية طفلك. قبل السماح لطفلك بالاستقلال، ينبغي عليك اتباع بعض الخطوات لضمان سلامته وتعليمه السلوك الصحيح حول الغرباء. يمكنك أيضا عرض هذا الفيديو على طفلك ومناقشة جميع المواقف الخطيرة معا، خاصة الحالة رقم 2، فهناك فكرة مبتكرة وعملية للغاية لك. 10. لا تكشف مطلقا عن اسم طفلك. لا تكتب اسم طفلك على ممتلكاته الشخصية، ولا ترفق بطاقة اسم بحقيبة ظهره، ولا تضع اسمه على صندوق الغداء. يجب ألا تمنح أغراض طفلك الغرباء فرصة للوصول إلى معلومات خاصة عنه. عند مخاطبة الطفل باسمه، يفوز الشخص غير المألوف على الفور بثقته. هناك فكرة أفضل، وهي كتابة رقم هاتفك بدلا من ذلك. سيكون ذلك مفيدا في حال ضاع غرضه أو سرق. رقم 9، الهروب من السيارات في الاتجاه المعاكس. نحن نعلم أطفالنا لا يركبوا السيارة مع الغرباء، ولكن ينبغي أن يتعلم طفلك قاعدة أخرى مهمة. إذا اقتربت سيارة بالقرب منه أو بدأت في متابعته، ينبغي أن يركض طفلك في الاتجاه المعاكس لحركة السيارة. سيساعد هذا طفلك على كسب المزيد من الوقت لطلب المساعدة. رقم 8، تحميل تطبيقات تتبع. بفضل ميزة الجي بي اس، نظام تحديد المواقع العالمي، تسمح لك هذه التطبيقات بمراقبة مكان طفلك الدقيق ومستوى البطارية في هاتفه. اطلع على Life 360 Locator و جي بي اس Phone Tracker، فقد تكون مفيدة لك. رقم 7، شراء ساعة مع زر طوارئ. تأتي الأدوات المزودة بزر طوارئ مدرج على شكل ساعات أو سلاسل مفاتيح أو أساور أو ميداليات، وباستخدام تطبيق جوال يمكنك مراقبة موقع طفلك باستمرار. وإذا ضغط الطفل على الزر، يستقبل الوالدان أو الشرطة الإشارة. من الأفضل لك اختيار بادي تاج أو ميجور جي اس ام بانيك. رقم 6، الصراخ بي أنا لا أعرفه. أخبر طفلك أنه عندما يمسكه شخص غريب، من المسموح له تماما التصرف بشكل سيء، يعض أو يركل أو يخدش ويحاول جذب الانتباه بأي طريقة حتى لو كان الوضع مخيفا للغاية. أيضا ينبغي على طفلك أن يصرخ بصوت عال، أنا لا أعرفه، يريد أن يأخذني بعيدا. رقم 5، قطع المحادثة ويبقى مسافة. يجب أن يعرف طفلك أنه غير ملزم بالتحدث إلى الغرباء. إذا استمرت المحادثة لمدة تزيد عن 5 إلى 7 ثوان، من الأفضل له أن يغادر ويتوجه إلى مكان آمن. أثناء المحادثة يجب أن يقف الطفل دائما على مسافة 6.5 إلى 8 أقدام من الشخص الغريب، وإذا حاول الشخص الغريب الاقتراب يجب على طفلك أن يتراجع. تدرب على هذا الموقف مع طفلك لتريه كيف تبدو مسافة 6.5 أقدام. رقم 4، مشاركة المصعد مع الغرباء أمر ممنوع. علم طفلك أن ينتظر المصعد مع ظهره مواجها للحائط حتى يتمكن من رؤية أي شخص يقترب. إذا كان الشخص غريبا أو بالكاد يعرفه، يجب على ابنك أن يخترع أي عذر لعدم دخول المصعد مع هذا الشخص. أفضل الخيارات هي التظاهر بنسيان غرض أو التحقق من صندوق البريد. إذا استمر الشخص في دعوته للدخول إلى المصعد، يجب على طفلك الرد بأدب. يقول والداي إنه ينبغي علي ركوب المصعد لوحدي أو مع جيراننا. أخبر طفلك أنه إذا حاول شخص غريب سحبه إلى المصعد أو تكميم فمه، من المهم للغاية أن يصارع ويصرخ ويعض حتى يأتي الكبار لإنقاذه. رقم 3، عدم إخبار الغرباء أن الوالدين بعيدان. اشرح لطفلك أنه إذا دق جرس الباب ولكن لا يمكن رؤية أي أحد من خلال ثقب الباب، ولا توجد إجابة لسؤال من الطارق، ينبغي عليه ألا يفتح الباب نهائيا حتى لو قليلا. أيضا يجب على الطفل ألا يدع الغرباء يعرفون أن والديه بعيدين عنه، حتى إذا ادعى الشخص الغريب أنه صديقهم أو قال إنه عامل بلدية. وإذا بدأ الغريب في محاولة الدخول عنوة، يجب على طفلك الاتصال بك أو بالجيران على الفور.
رقم 2 ابتكار كلمة سرية للعائلة. إذا قال أحدهم لطفلك: تعال معي سأخذك إلى أمك وأبيك، أول شيء يجب أن يفعله طفلك الصغير سؤال: ما اسم والدي؟ وما هي كلمة عائلتنا السرية؟ ابتكر عبارة رمزية للحالات الطارئة. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة لأن تطلب من أحد معارفك أن يصطحب طفلك من الحضانة أو المدرسة، استخدم شيئا غير متوقع حتى يستحيل تخمينه، مثل برتقالة فروية. رقم 1 ممنوع منعا باتا مقابلة أصدقاء الإنترنت شخصيا. حذر طفلك من أن المجرمين يمكنهم العثور على فرائسهم على الإنترنت. إذا قال أحد الأشخاص على الإنترنت إنه مازن من المنزل المجاور، قد لا يكون هذا الشخص الطفل البالغ من العمر 10 أعوام الذي يدعي أنه هو. يمكن لدردشة الإنترنت العادية أن تجعلنا عرضة للأفراد الخطيرين. ينبغي أن يتذكر طفلك عدم إخبار الغرباء، حتى الأطفال، رقم هاتفه وعنوانه واسمه. كما ينبغي عليه أيضا عدم إرسال صور شخصية إلى أصدقاء الإنترنت أو إخبارهم متى وأين يجب أن يتنزه في الخارج. والأهم من ذلك، يجب على طفلك دائما رفض الدعوات للقاء شخصيا. شارك هذا الفيديو مع أولئك الذين لديهم أطفال لحمايتهم من الخطر، ولا تنسى النقر على زر الإعجاب أدناه والاشتراك إذا كنت تزور قناتنا للمرة الأولى. إلى اللقاء.